اول شيء كنبغي نشكر الموقع ديالكم على هذه الالتفاته هذه، وحنا كما سبق لنا وشرنا حنا التجار ديال المنطقه ديال سوق الغزل. يعني كما سبقنا وقلنا جا عندنا السيد القائد قالنا باش نخويو محلاتنا من اجل الاصلاح. حنا امتثلنا الامر السلطه وخوينا محلاتنا باش يصلحوا لنا. داروا معنا واحد المده ديال هي 5 شهور ولا تعطلوا 6 شهور، فاذا بينا كنتفاجئوا يعني هذا الشيء دابا تقريبا 7 شهور ديال الخدمه. ملي كنتسائلوا على السبب ديال هذا الشيء كيقولوا لنا امور تقنيه. حنا كما كنعرفوا الشركه الا كانت يعني شركه مزيانه راه اول شيء كدير هي ملي كتجي كدير الامور التقنيه هي الاولى. هما جاوا بداو كيقلبوا كيصاوبوا هنايا، بداو اول حاجه بداو هادشي ديال الدرياب قبل ما يشوفوا الفونداسيون. كما كنعرفوا الشركه اول حاجه كتجي هي كتقلب على كتشوف لا فونداسيون واش مزيانه. يعني كاين بزاف ديال المختبرات من ضمنهم ال بي 2 او كيجي كيدير الخدمه ديالو كيشوف الفونداسيون واش مزيانه ولا لا. الا كانت الفونداسيون مزيانه كيريبو، الا ما كانتش مزيانه كيديروا الترميم. حنا كنتفاجئوا بهم يعني جاو تابداو الخدمه عاد قال لك حقا غنجيبوا ال بي 2 او يدير التحاليل ديالو. ملي داروا التحاليل قال لك هادشي راه خصو يريب. ملي خصو يريب جابوا شركات اخرين عاوتاني غيبداو ابيل دوفر اخرى. يعني هادشي كياخذ واحد الوقت كبير، وحنايا تاثرنا بزاف من هادشي هذا. يعني دابا حنا جايين 7 شهور وحنا خاوين محلاتنا، البديل اللي عطاونا ما خدامش لينا، ما مشيناش ليه اصلا، والناس اللي مشاو ليه تما كيقولوا انه مكرفس. يعني انا من هذا المنبر ديالكم كناشد السيد العامل انه يشوف لنا شي حل. يعني هادشي راه تعطل بزاف. وعندنا مثال يعني المدرسه ديال الشراطين اللي هي مركز ثقافي، ما عندها ما فيها لا تجار لا ناس متضررين، بدات في نفس الوقت ديال القيصريه وقع عليها نفس المشكل. يعني وجات شركه جديده وراه قربوا دابا يكملوا يعني الاشغال غدا مستمره على قدم وساق. الخدامه كاينين كلشي كاين، وحنايا اللي قيصريه فيها ناس تجار متضررين بزاف ديال الحوايج ها هما واقفين المشروع. يعني اكثر راه كاين يعني اللي عنده محل هنا يعني راه الناس كاين اللي عنده 50 عام 40 عام في هذا المحل ديالهم، ضمنهم هذا المحل هذا اللي هنا يعني ناس راه قدام وناس تاثروا بزاف يعني راه تشردوا. احنا من المتضررين ديال هذه المحلات ديال الحوان ديال مدينه سالا. ساونا هنايا كانوا داروا معنا غير 6 شهور وطولوا بينا بزاف، ودابا عاد بداوا دراسات جديده. هذيك الدراسات مع اننا فقدنا الثقه في الاول ما بقاش عندنا فيها، ما بقاش دابا حتى الثقه عندنا فيهم. كناشدوا هاد الناس مسؤولين يتلفتوا جهتنا ويشوفونا حنا متضررين، والناس معنا بزاف اللي هذا كل واحد كيفاش كيعاني مسكين. وهذا الشيء اللي كاين المطلبات ديالنا يجيو عندنا يشوفونا مبادئين ما كيصلحوا ما حتى شي حاجه. المدرسه ديال برا راه غير مورانا راه مخدامين فيها، وهنا راه ما داروا معنا والو. فيما يخص القيصريه غنزيدو نعاودو نكرروا بان هذه القيصريه وقع فيها هذه الاشغال، وقع فيها اهمال والناس تتعاني. وحنا دابا تنطالبوا من السلطات انها تجي تستغيث هاد التجار. ما بقيناش نقولوا بانهم يرجعوا لمحلاتهم، غير تستغيث هاد التجار لانهم وقعوا في افلاس تام. وحنا راه عيب وعار على هاد القيصريه هادي باش يديروا معنا واحد الاجال وتيتجاوزوا وتيضربوا كاع الوعود ديالهم عرض الحائط وتيخليونا حنا متشردين. الله يخليكم، حنا تنطالبوا من السلطات تنوض تبادر بهاد الورش هذا. وبالتالي انا ما تنفهمش هاد المساله ديال مدينه سالا ما عندها زهر، واش هي ما تتواكبش هاد التهيئه اللي تتعرفها جل المدن المغربيه، ومع العلم انها ضاربه في التاريخ، جذورها ضاربين في التاريخ وما تيرجعوش ليها الاعتبار ديالها. نحمل المسؤوليه للمشرفين على هذا الورش هذا، المسؤولين اللي انهم اللي منهم تصريف الاعمال ومنهم اللي تيشرفوا على من مدير الوكاله ومن كل الناس اللي يهمهم الامر. وبالتالي حنا تنطالبوكم باش انكم تحركوا وتبينوا مبادره بان راه كاينه واحد الالتفاته لهذ التجار هذا. راه عايشين بؤس وعايشين فقر، وراه حنا بالنسبه لنا حتى حنا راه حنا غاديين في هذا الدمار هذا، والمدينه حنا راه غاديه بانها في افلاس. راه كاين غلق المحلات وكاينه واحد المستوى ديال التجاره ولات هابطه بزاف، رقم المعاملات هبط بزاف، وحنا راه ما عارفينش هذا المستوى فين غاديه، فين المآل ديال هذه مدينه سالا، باش نعرفوا بان واش لكانت غتبقى في هذا الورشه نمشيو نقلبوا على راسنا بلايص اخرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.